يا
ماني قاعد عندكم. زمان زمان غير خلاص ما بقي كلهم راح اللي الله خد امانته واللي ريوله ما تشيله واللي عيونه ما يشوف منها وانا بلحقهم. لا يا يدي بطولة العمر ان شاء الله وعمرك يبا ترى الديوانية ديوانيتكم والبيت بيت يا عيالي ترى في واحد بالديوانية نايم لا يكون تحلاله النومة ويقعد في ديوانيتكم ويعشش ديري بالكم عليه وديري بالكم على الديوانية. لا يا جدي هذا صاحي صاحبنا لو تشكروا حلقة هو صدق صاحي لكن انتوا ابيكم تصحون ديروا بالكم على دوريتكم. صبر خوفي ليشتعل بيها صالح يطلع بره لا نحس اليوم في حس سلامك يا
عمي وعبد الله العود. الله يرده بالسلامة. والله ما إلي أمان يا طلباب. داش تخبر كذي؟ بعدين وين ال واحد؟ لا 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 وين وين؟ من الدين. وين العالم؟ انعالي انعالي عمي كاهي. اليوم إن عندك العالم. ليش قاطها وتمشي حافي؟ عمي. أنت خبل. أسود. أملا. خبي. يلا عاد يلا. خلاص خلاص. ما تشوف انعالي جديدة لك؟ ما بيمشي فيها على الأرض بتوصل. ها بعدين شنو بيني وبينك شنو شنو شيء؟ أنا خايف حتى أنا مجنون مجنون عمي. بعدين أنت ما تشوفهم إيش كثر اللي لابسين عليهم وهم وهم أفايك. صدق يا قارب خذ الحبة من أفواهك. إني عارين نارين احنا احد نارين عرفنا عدل. بعدين اسمع لا تكثر لك وزايده ابو يجيب لي عشان يوعان شباب. هذا وقت تبي عشاء سوي بطل على ويدي. خلني اكمل قصيده عمي. بتجيب لي عشاء ولا اخذ المخروط هذا واقراه وانا ما اعرف اقرا شباب. تبي الريال يجيب دفتر؟ ماني يا ابن الدفتر. لا راح تجيب ماني يا ابن الدفتر. ماني يا ابن الدفتر. يلا يلا يا عمي. ايه انا عمي ما يخليك ماخو جيب لي عمي. هلا عمي تعبت عنه. هذا اللي مصدق عليه؟ والله انا كنت رايح له بس هالخبز هذا عطلني. ما عليك داخل مار الحين اروح لهم. لا انا اللي بروح اكلمهم. قال لهم كم ليله على هالحال وما في فايده مسخوها. اي والله اي والله حد اليوم هيدان مسخوها. سمعي حجك عندي بتخوش راي ايش رايك تطردينهم من الديوانيه وتخليني انا قاعد بريحاتي علشان ما يطردوني. ما عادت من هالخبر. ترى الوقت متأخر. مو حلو ندشن عليهم بالديوانية هالحلقة. والله عمي أبو عبد الله ما يرضاها. ما عليك. زفاف خبي زفاف. لا يا أبو عبد الله. بقول أنا اللي كمان تدش عليهم بهالحلقة. ما تخوها يا دينا أنا فاضي ما طلع من الشارع. ولا أنا كل الخير ترضيت عليك بعد. يلا. بس داخل سكر الباب. جب حويك. ما نت عليك. من حالات فيك انت من سيدي. يلا تشي داخل قبل مهلت عليك. شباب تبي تسكت ولا ها؟ خلاص خلاص كلهم تسكت ولا ها؟ خلاص بسكت بسكت وبنطم. مانت على الباب يا ام السلافين. تعالي يا حينات ام هنا. وانا وانا ما كنت اسمح على خير يا شهوب. سلم عتب البريد. انا عتب البريد. لو انت صار عتب المطابق. تضحكين يا البارع تضحكين. حبتي حبتي يا ام احر المطابق. ما عندكم ايدان زايد من ختاكم من عساكم من فطوركم كانكم مؤمنين وتصومون. يوم السجانة تسكت على الاقل. طلعت روحك عجبت الكسرة نسيم الكسرة. صدق عاد أبي أنت لو تفكر بعقلك كنت ما تفكر ببطنك كان أنت بخير. وأنت لو تفكر ببطنك كثر ما تفكر بحبك كان أنت بخير. Thank you.
الان خلق وفرق. رجاء لا تغروا نفسكم بعيال الحمايل. ايش قصدك بعيال الحمايل؟ ولا ما راح نخلص اليوم. يبا عيال الحمايل يبا ما يبي لها تفسير. عيال بطنها احنا مو عيال بطنها. والله طايحين من عينك. اقول تم كلامك واحترم نفسك. ترى احنا خلصنا وفصل وكباين يشهدها الثاني. كباين الكباين على عيني على راسي. انا ما قلت شيء. انا قصدي عن الفقاره اللي طايحين من عينك. معلومك انت لا عمرك عشت باجار ولا شكيت من غلاء الاسعار. انت طول عمرك ماكلينه. اعوذ بالله. بلشنا بالحسد. ما حد دام احنا بهالديره غير هالحسد. تعوذ بابليس يساك الله خير. ترى ابليس ما مات. هذا صح. يا بعد عبالك بصدق لي قلت لي هالكلام. الكل يدري انك بالاساس تاجر مسابيح. خفض الطلب على مسابيحك. تتنوع بنشاطاتك. ايش تقصد؟ افهمها مثل ما تفهم. بالنهايه كلكم تجار. اللي تاجر بكلمه واللي تاجر بشعار. والحبيبي تاجر بالمسابيح. بالنهايه تبيعون وتشترون فينا. ايوه لا تظن فيني ظن السوق. يا رب الناس المنسوسه والمستضره لوجه الله. لوجه الله. تاخذ على الساعه 100 دينار. 100 دينار كويتي في الساعه. مطلق طاح من فوق حصانه. ابي طبيه الاسطبل ضبطنا.
دكتور دكتور حتى فيكس ما تصرف. طلعنا عن محور حديثنا، احنا من زمان طالعين عن محور حديثنا.
اعتبار رسمي يمثلنا ومعتز فيه. خطوة ممتازة. صح لسانك. ها هذا أقول لازم نوسع المساحة عشان تستوعبنا كلنا. ولازم نرفع السقف. ترى السقف لازم يخرب. إلا السقف خرب. ويطيح على روسنا. صلحوه بالأول بعدين رفعوه. يا جماعة يا جماعة. لما عليك الأمر قصر صوتكم شوي. ترى صوتكم عالي مسببين إزعاج. حتى الديوانة تسكتونا. إذا الديوانيتنا ما نتكلم. وين نتكلم بعدين؟ يبا ما حد سكتكم. أنا قلت قصر صوتكم علشان لا تزعجون غيركم. خلاص خلاص. روح قول حق عمامك بنقصر أصواتنا. عمامي أنا؟ منو قصدك بعلاقة؟ جيب لي ديو حد خمسة. يا جماعة قلتم معاك. يا جماعة أنا الصراحة شايف إن التغييرات هذه ما منها فايدة إلا إذا كانت جذرية وتعم علينا بالفوايد. فوايد؟ تخصصي علمنا شلون نحط هالفوايد جزاك الله خير. يا جماعة الكل عارف إن أحلى وأنطى أكل في الفريج هو أكلنا عدل. عدل. هذه الديوانية إلى نصفين. النصف الأول نخليه مطبخ والنصف الثاني نخليه مطعم. أنت من صدق مطعم بين البيوت يبقى ما يعطوني ترخيص. ومن يسأل الترخيص؟ إحنا بنزود أكل حق أهل الفريج. خبرك ما حد يعرف الطباخ الخنين مال أول. هو فين الطبيخ الخنين ده ولا مؤاخذة؟ ما حدش عزمنا يعني. هل يعزمون الثلاجة ولا عشان يعزمونك؟ وما حد راح يحاسبنا لأن الأكل داخل البيت. لا اعلانات ولا شيء. الله يعافي الانستغرام. اساسا الناس كلها معطيتك بلوك بالانستغرام. الانستغرام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من ديوان. يا بطاخ. يعني الذمة. احنا عارفين لو في خطوه للثقافه الاستهلاكيه. تبينا نسوي؟ يا حبيبي كلامك هذا قص فيه على اللي يقرون جرايد. مو علينا كلامك هذا ما نطق الخبز. لا وانت الصاج. اقول خبز تقول لي صاج. لينا فكره جرايد النار ما تعرف الجرايد اللي عشان تلف فيها الخبز. يا جماعه انا اقول بدال لا نفكر لبعيد لازم نوفر احتياجاتنا الاساسيه. بما ان مثل ما تشوفون الديوانيه مساحتها كبيره وغير مستغله انا اقول نبنيها دورين ونقسمهم اربع شقق منها نسكن ومنها ناجر ونستفيد. برافو صح الفلك يا صاحبي عليك الاقرار هنا خليه قوي فكر صديقه وفقك الله وسدد خطاك مو بس السكن اجره مكاتب شركات وعيادات ومقرات الرقيه الشرعيه ومبررات الدنيا ملعوبه ومفتوخه الظلام تفون الدورون على الربح المادي. لكن ايش فيكم علينا خلونا نترزق الله. يا ولد انتم صايرين باتمان بتمصون دمنا. باتمان تحت في نعش بالظاهر حل الأزمة الإسكانية وفي الباطن أهداف تجارية بحتة. ما في فايدة عقلية التنفيع والاستنفاع وحدة. لا بتقول تفكرون بالتطور ها؟ لا خوش تطور بنشوف على إيدكم. أنت ما تقول إيش اللي بتوصله بالضبط؟ يا أخي أنت اشتري من حياتك. أقصد ماذا أعددت للقارب؟ في الأحوال أفضل من اللي أنت أعددته. وهم صادقين أنت ما غير تعترض وتنتقد. من أجل الاعتراض والانتقاد بالديوانية؟ أصدق إيش اللي يعجبك؟ ما يعجبني شيء. إنزين ده مو عجبك شيء. شنو اللي تبي؟ أكيد أبي الوضع يتعدى. إشلون؟ ما تبي؟ يا جماعة. تكون صوتكم عالي. الدنيا ليل والصوت يسري. أخاف الجيران يشتكون علينا. يعني تبين الخيط حدودنا؟ ولا الحق كاتم صوت يعني؟ ولد بقلة تطردونا من بيتنا. يبا والله ما لي شغل. بس مريم ردينا على هالمريم. يبا درينا مع عزبتك بس مو لهالدرجه تخاف منها. يسلم راسي خصم عليك. بس ترى مريم عزبت الكلمه ومعزبتي بروحي. ايش قصدك معزبت الكلمه؟ ما يبين لها قصد يا اخوي. مريم حفيده عمي ابو عبد الله بنت ولد العود عبد الله الله يرحمه. وغياب عمي ابو عبد الله هي الامر الناهي لان هي صاحبه البيت. سمعتني فهمت اللي فهمته. ما كان شيء جديد. مريم بنت خالي عبد الله حفيدته الوحيده من خالي عبد الله الوحيد الله يرحمه. ولد وحنا بعد احفاده. بس احنا عيال بنات. اي بس ابوي العود سجل البيت باللي فيه اسم مريم. طب ولما انتم عارفين قاعدين تبدلوا وتغيروا وتكونوا اياها شلون؟
شلون ما طرت على بالي. بس لو يسويها البغت وتكون لي اختصر على نفسي الكثير وطول اللي عمري ما طفتك من زمان واضرب اسطورين بحجر منها اسكن ومنها اجر واستفيد واحول الديوانيه الى مركز لعلاج الروحات بدل ما اعالج الناس بسداب البيت. ولا انا ليش كان ما وريدوني عشان الشغل الا عشان اوصل فوق والمطعم اكيد بيوفر لي السيوله اللازمه واخيرا بتتعبت الامور وبعيش بسنع. ما فهمتش حاجه خالص. لا المركز كلمني مره ثانيه. ولا واحد فيهم هذا اللي قلتها
الخرافية اللي صايرة بالمنطقة. كل من يتغنى فيها على مزاجه. الله العظيم. يا أستاذ 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 يا سمي سمي شو دخلك دوانية سمي عمي أنا يا يستري شهادة أعطيك دينارا تعطيني شهادة ما راح أرد عليك تبي ليش لأنك خبل ولأنك إنسان 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 يعان عمي يعان لا لا يعان ما خلف فن ما خلف فن إنسان ستبلاسمة مو ستبلاسمة مو انت عديد حراسي لا 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 انسان ميتافيزيقي ايه تعال 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 يا ميتافيزيقي تعال حكيم تنجل مفيد اعود بالله يا حكوم تنحاش عني يا فرعون طبعا انحاش عنك من خاف سلم وانت زالك طويل وانت بعد إنسان طويل وإيدك أطول. عمي يقول لك لحية عشمها ولحية مثل لحيتك. سمي. ها؟ عليك أقول لك. أبي سمي. سمي. سمي عمي سمي. تعال يا ابن جبل باي زمزم. راح منك تقص علي تبيع لي ما يصفيني من 100 دينار والله تعال اعطيك شيء تحبه استغفر الله عمي عمي انا ما اخذ الا فلوس حلال حلال زلال بس تعال اضرب بالك ما فيك تعال تعال فلوسك حلال عمي طلب عينك طلب عينك حلال واحد انا بس واحد ما في واحد ما في خلاص 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 عمي عمي هالفلوسي ها وحلال حلال مشكور عمي مشكور مشكور ايش تبي سمي سمي يا حبيبي سمي سمي يا عيني عمي اسمع ماك واحد اسمعك واحد عمي مشكور على فلوسك الحلال بعد اشتري مني اشتري مني بعد اشتري انا بيك بشيء سمي سمي شاي شاي سمي سمي تعطيني ايه عمي حتى انت فوز رجال صحيح ساعة تصير نذل وجبان وحقير بس ساعة تصير خوش ادمي على فكره ايه انت خوش ولد ايه هذا اللي فيك مو منك ها اللي فيك لا يمه انا ما بدي العادي عمي الحمد لله لا ها اسكيني شيء خطير طيب 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 تضرب 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 اسكيني مني ايه وانا اللي راح اطلعها منك ليش ليش تطلعهم مني عمي بعدين انا العب مع منو عمر بالسنه عمي والله ما حد ما ديني الا انت وقيفتك انت لو تطلع برا وتفكني انا بخير وبصحه وسلامه كان على قد الحافك عمي اعرف ابو الامثال اعرف ابو الامثال سبي سبي يعني ايه سبي ايه اسلط عليك مرضة الجن عمي انا ما احب سلطة الجن ما احبها ما احبها جيب لي فيلم ها يا عمي وسوي لك مال راح زين
ابيك مال اقص علي انا ما ابي مال انا ابي عشاء وابي طنبوره يا اللي ما اسوي لك كل تبي بس عاد ها ها ناس تعيش حياتها بس علشان تكون سبب لسعادة غيرها. أنا بذكر بنت عمي أبو عبد الله يكون موجود وشوف فرحته فيك وشوف رضا عني اللي قلت له. تراني درت بالي على مريم سلمتك الأمانة. صالح انطر شوي خل أفهمك. مشيت يا بعدك الحلو خلاني وش يفيد اذا شكيت هموم وقسوة زماني الله اقوى يا نصيبي وبختي الاظلم عيني اشوفك عروس لغيري واكتب مدري صاحي ولا ميت ولا احلم بس انا بدونك جسد بلي روح وملوش شبه حد سور
ابن الزور اللي عمره ما باكله ولا حلب زور باكله وترى السبعة بالنور وباكل الحوم والشحوم اللي على الصواني تدور انكذب انت مين عشان تتكلم على عم من اعمامك امشي 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 مدهور إشاعات كل دي إشاعات هو عشان سجله حافل بالنجاحات فتحوه حوله الإشاعات وبعدين بنسلكه إنه ملاش بنت الحلال اللي تكون شريكة حياته كفيل.
بلغوش القانون؟ هذا بتاكل خلنا نخطب قصدي اعتذر عن المقاطعة وقصدي معي شاهد وليس كفيل معانا كاتب من المنتقل صراحة كل اللي اقدر اقول عن هذا الانسان اللي واقف قدامك انه عنده طموح مع انه وصول مع انه شهيه واصل طال عمرك ولي علاقات اجتماعية الواسعة وعقليتي الفذة اللي احظى فيها اصحاب السعادة واصحاب المعالي واصحاب السمو انا اقول له تسكت احسن لا تودينا ورا الشمس قصدي انه يعني طال عمرك ان العقل اهم من العضلات وان الجسم السليم في العقل السليم وان الرجال مخابر ما هم مناظر وابدا يقول لك انه الرجل المناسب في المكان المناسب بالضبط الله يفتح عليك ربعي يا محسني انا اقول صوت مع طرح الثقه عنه شو تقولون ويلي انا ارفض انا امتنع انا بنكسك اكتفي بهذا القدر كله غلط
حاولت كتير افهمكم الكلام ده بس ما حدش كان بيسمع. عارفين ليه؟ عشان كل واحد كان بيسمع نفسه وبس، ما بيسمعش حد تاني. مع ان الهم واحد يا أخي القهر، أخي القهر، أنا راهي تاجر ابن عن جد. تدرني من يموت قدام هذيك؟ ما طردك بروحك، طرد عنا كلنا وياك. هل تقول بصحتك وفينا الأرض؟ فعلا أنا بزيد اشتد الحين. وين أودي وجهي من الأوساط العلمية والصحفية إذا جرى بطردة؟ أنت ما من شاف وجهي، وين يدرون عنك الأوساط العلمية والصحفية؟ فقنا زين. قالت كلام صدق، الحكي اللي يجبد على الشارع هذا اللي يبينا طول الحرب تطرد فيه. لا احمد، قبل لا تطلع قالت شيء وايد مهم. قالت اي شيء تسوونه تقولونه بالديوانيه عندي علم فيه. يعني تتوقعون في احد قاعد يوصل حق مريم الكلام؟ انا من زمان قلبي قارصني وشاك بواحد. انا والله ليش مصلحتي اوصل لها الكلام؟ عشان تتقرب منها. هذا وين ويتقرب منها وين؟ هذا ما يدري وين الله قاطه. إذن السؤال اللي يطرح نفسه، إذا مو الأخ اللطيف اللي قاعد يوصل لها، منو قاعد يوصل الأخبار حق مريم؟ هيا خذي، هيا خذي، هيا خذي، لا بارك فيك، حطها الله أفعالك. صالح، إيه صالح سود الله وجهه، لو تدرون إيش قايل وإيش كاتب بمريم. خير؟ واللي شوف وجهك يشوف الخير؟ شوف إيش لقيت عند الشابوه، دفتر هودي هذا. هالأوراق ما ظل شعر ولا ظل نثر ما تغزل فيه مريم بوصافها وبحبها لها. لا واشكر عيني عينك كاتب اسمها ملعون. سجله قالوا الروس نامت والأصاص قامت. لحظة يا جماعة خلنا نفهم شو السالفة. أي السالفة؟ هذا تبغى يحط حيله على هالناس ويسلي حظها. الظاهر إنك نسيت نفسك، نسيت شنو وبمنو. أبي أذكرك ولا عبالك رميت معانا؟ عبالك حالك من حالنا. اصحى ترى انت صبي، اتعرفي عن شو الصبي؟ كان خادم وابوك كان طول عمره خادم ومات وهو يخدمنا ولا مره حط عينه على هل فيكم. صالح منا وفينا غابي معانا من يوم احنا صغار. هلا هذه عاد بالعيب جنين الحياه والاصل الجنين الاصل ما ينشرح عليه. هذه نحطك ببيتنا وتطالع اهلنا. انت كيف تحط عينك على بناتنا؟ ايش فيكم على رياض؟ هدوا بس خلاص. انا بتحب وحده، حب وحده منك وفيك من ثامك. انا قالك تنسب على ظهرك. هدوا حط عينك على البشت مره واحده. شفت اللي قال وطالت وشمخت. والبشت مو لك ولا لامثالك، والثوب اللي اطول منك انتك. شرحه يا ابوي العود اللي منك على حلاله وما اعطيك الخيط والمخيط. أنا انولدت وعشت بهالبيت بس ولا مرة نسيت نفسي. صدق إني عشت وتربيت بهالبيت بس عمري ما حسيت حالي من حالكم. تدرون ليش؟ لأن عيونكم كانت تنمى طالعني تذكرني، تذكرني اللي غريب عنكم واني مهما اسوي ما راح اصل منكم وفيكم. اصلا انا يشرفني اني اخدم في البيت مثل ما شرفني ان ابوي دفن عمره وهو يخدم في البيت. بيت عمي ابو عبد الله الريان السخي اللي فتح لنا بيته واحنا ناس على قد حالنا وقسم لك ما بيننا وبينه وعامل لي حسبه واحد من عياله. أنا اللي أكسر الصحن اللي كلتني ولا أنا اللي أوسخ المكان اللي ضفني. إحنا ناس على قد حالنا صح، لكن نعرف الصح من الغلط، نعرف نعيش بشرف ونموت بشرف. والله
طلع لك حس يا صوالح. صالح ما عليه صالح، اكيد فاهمين الموضوع غلط. وانت من عشان تعلمنا الصح من الغلط؟ انت ليش يا داخل صدق على بعد الباب؟ ايه يلا شيل جسدك واطلع، وربي شفتك تفوت على بيتنا راح تلتولك. لحظه، وانتم من تسمح لكم تتدخلون من اللي يدش ومن اللي يطلع؟ ليش صار البيت بيتكم؟ سووا اللي تبونه. لو تدرين هذا اللي قاعد تعلمينه ايش كاتب وايش قاعد يفيد بشعاره عشان ما نديها كلام. والادهى والامر شنو ممكن قاعد عندك عند احنا الجيران؟ والله خليك سيرت على كل لسان يا صويله يا الخشيش. لا لا تذكرهم يا مريم، تنقصيني لو تكتب عني كل شيء ويقطع لساني لو اقول عنك كلمة كنت سمعتك. حرام اني بقص لساني قاف. لحظة صالح، ما تطلع من العيبة، هدوك انا واثقة منك. سمعوا انت واثقة؟ شكل صفقتها وياه مو بعيدة. اكيد تدي العود مسافر ها، وهي وياها روح بالبيت يا طيور الحب. عيد يا سعيد، بس حرام عليكم. انقص فيكم ما تستحون، بما هذه مشكم فيكم شرف هذا شرفكم. على ما تقول لي ليش رفضت احنا الخمسه واحنا اللي كلنا جايين لها من الباب؟ يعني معقوله ما في واحد فينا درس عينها ولا لانها مجابله حبيب القلب للنهار؟ لا تشوفون دفاع المستميت عني. اكيد جايز لك هالوضع، انت وياها بروحكم بالبيت، ما تبيه يطلع من البيت. يطلع منك بس يحصل لك يخطر ثاني. انت ويانا قلتوا كلمه زياده بعد، انتم الظاهر نسيتوا من اللي قدامكم. انا مريم بنت عبد الله اللي البرج كله يحلف فيها وباخلاقها، مريم اللي لحم كتابكم من خيرها. تدرون شو المشكله؟ قاعدين في بيتها وتمسون بشرفها، الشرف اللي ما يدنسى بان سيء مثل ظنكم، يدنسى ضمير ميت وذمه واسعه، ويد ما تعرف الحلال من الحرام. لو وصلت لها المواصيل انا ماشي. أفضل يا عشان أنا أرتاح والكل يرتاح. وين تروح أصلاً؟ ما أدري، أنا ما عندي بيت غير هالبيت، وما عمري عرفت في الدنيا أهل غيركم. لكن الله كريم وأرض الله واسعة. أنا سمعت كل شيء، كان زين عدوني من قصه ولا سمعت اللي سمعته. شو اقول لكم؟ افايد العلم يا حيف على رجال امنتها على بيتي ومستقبلي ودوانيتي وما صانوها على شيء. مع الاسف صالح، البيت هذا بيتك والديوانيه ديوانيتك، لك فيه مثل غيرك، واللي يمس شعره من راسك ادوسك. بس يا انتم من عطاكم الحق تطردون صالح من البيت؟ من عطاكم الحق تحرمون هذا صالح منه؟ انا ربيته على ديني وقدام عيني، الحين انتم جايين تطردونه؟ تدرون من ابوه؟ ابوه ربيجي. شنو ربيجي؟ اخو دنيا، اخوي، تعاضدت انا وياك وبنينا هالبيت والديوانيه اللي قاعد تعيش البريج كله، الداخل والطالع ياكلون يشربون منها. انتوا الحين يا جنت تطردوني؟ والله عيب، والله عيب عليكم. ما تستحون؟ يا اهل البيت، يا اهل البيت، يا اهل البيت، يا اهل البيت، يا اهل البيت. عمي ابو عبد الله، الحمد لله على السلامه. عمي الحمد لله على السلامه. يا اهل البيت جاي لكم معرس جديد. شابوه عمي، انا شابوه عمي وجاي لكم معرس جديد مره. معرس جديد؟ اي وينك عمي؟ واقف مره يقول يبي دش. انا شغال، احنا ما عندنا بنات للبيع. تشتري البيت، عرفت قيمة البيت هذا بكم؟ البيت هذا قديم،
صاحي؟ ايه صاحي؟ نسيتوا لما قلت لكم هذا ربيتكم اللي بالديوانية لا يكون تحلال النومه بالديوانية ويعشش ويشتريكم، هذا هو يلقين جاي يشتري بيتكم والديوانية. ها ايش قلتوا؟ تبيعون؟ Thank you.